نرمين رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ومع ضغوط الحياة اللي بنتعرض لها بشكل يومي ممكن نصل لحد الانفجار، وطرق التعبير بتختلف من شخص لآخر، ممكن يترجمها البعض بحالة من الغضب الشديد اللي بيفقد من خلاله السيطرة على الذات وحدوث المشاكل، فعندها ممكن يكون هذا الشيء له ذو تأثير مدمر للحياة والعلاقات والعمل. هل يمكن السيطرة بهي الحالة على الغضب؟ متى يصبح الغضب مشكلة؟ الجواب مع ضيفنا باستوديو صباحنا غير لليوم، الدكتور جميل ركاب، استشاري في الطب النفسي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الرواء بعيدا عن الغضب. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. كل الاشخاص بيغضبوا وبتكون رده فعلهم مختلفه تجاه المواقف، فخلينا نحكي عن سبب الاختلاف اليوم برده الفعل بموضوع الغضب. في الواقع الغضب بشكل عام هو حاله طبيعيه ممكن اي شخص انه يعيشها، وبتترافق مع مجموعه من التبدلات الجسديه اللي بتخلي الشخص ما انه مرتاح ومهيئ لان يكون على غير طبيعته. هلا شو اللي بيفرق بين الاشخاص ليعملوا ردود افعال مختلفه؟ هذا مرتبط بالاشخاص انفسهم وبالضغط النفسي اللي هن عم يتعرضوا له. الضغط النفسي كل ما كان مهدد لحياتهم او لاستقرارهم او لامانهم او لاحساسهم بالامان الحياتي وباحساسهم بانه الامور ماشيه مثل ما بدهم، كل ما كان مهدد اكثر لهي الاشياء كل ما كان ردود افعال الضغط النفسي اعلى. هذا من ناحيه يعني موضوعيه مرتبطه بالضغط النفسي. في نواحي أخرى مرتبطة بالأشخاص أنفسهم تختلف حسب نمط شخصية كل حدا. في أشخاص بالمجمل هني الشخصيات اللي بنسميها الشخصيات الانبساطية، هني شخصيات يبدو نوع من المبالغة بانفعالاتهم بمشاعرهم ضمن الغضب. طبعا منهم الشخصية الانتي سوشيال، الشخصية السايكوباتية أو البوردر لاين، الشخصية الحدية أو الشخصية الهستيريائية أو الشخصية النرجسية. عادة هذول الأشخاص بيكون في مبالغة بردود أفعال الغضب لديهم. في أنواع أخرى من الشخصيات لا، بيكونوا يكظمون الغيظ يعني أكثر، منها الشخصية الوسواسية، التجنبية، الرهابية. في شخصيات بتجنبوا تماما حالة الانفعالات، ممكن يعيشوا حالات غضب انفجارية لكن هني أميل لأنهم يتجنبوا حالات الانفعالات، هني الشخصيات المعزولة، الشخصيات الفصامانية، هني الشخصيات اللي عادة ما بيكونوا أصلا على تواصل وانفتاح مع المجتمع. فاللي بيحدد ردود أفعال الأشخاص هو نمط شخصية كل حدا ونوع الشدة النفسية اللي عم بتأثر عليه وطريقة التفاعل مع الآخر، لأنه عادة الغضب بيصير ضمن علاقة تفاعلية. يعني أنا بقول كلمة وبعلي صوتي شوي وبنتر فيكي، فأنت بتقولي كلمة أكثر حدية فنحن عم نتكاثر هون، بتستفزيني أكثر فبستفزك أكثر، فبيكون في حالة من التصاعد. هذا كمان مرتبط بحالة التفاعل. توصيف دقيق وهذا يعني دكتور أنت عم توصف هلأ توصيف دقيق للي بيصير بشكل، يعني دائما بنسمع أحد الأطراف بيقول لو أنت ما حكيت هيك أنا ما كنت عملت هيك. طيب قلت أنه هي بتختلف بين الأشخاص حسب اختلاف أنواع شخصياتهم، ولكن بشكل عام حالة الغضب ممكن تنشأ من موقف ما يكون إلى علاقة بشيء سابق أو بتراكمات أو شيء موقف آني ممكن اللي بنشوفها بالشارع، فدائما الناس بتردها لأنه هو شخص مضغوط فصار هذا الموقف انفجر. أوكي، هذا الرد صحيح. صحيح؟ هذا الرد صحيح. يعني أنا أيا يكون اللي عم بصير بالشارع، لما بكون أنا مسترخي ومرتاح ومستجم مع حالي بدير علاقتي مع الموقف ومع الأشخاص بطريقة مريحة. لما بكون أنا متضايق بقول لهم لسه ناقصك أنا. يعني أنت أجيتني لحتى فلسه ناقصك، فبتكون ردود الأفعال عنيفة. في الواقع رد فعل الناس يعني أن يرد الناس الموضوع لطبيعة الأشخاص هذا شيء صحيح، لأنه في الغالب ردود أفعالنا مرتبطة بالشيء اللي نحن عم نعيشه. هلأ فكرة إلقاء اللوم على الآخر هو جزء طبيعي من ردود الأفعال غير الناضجة المترافقة مع حالة عاطفية مثل الغضب. يعني لما بكون عم فكر بشكل منطقي بقول بهذا الموقف بتحمل أنا 70% بتتحمل أنت 30%، بس مين بيعمل هيك؟ ما حدا. نحن هون بدنا ضحية، بدنا آخر نحمله المسؤولية ونتخلى عن كامل المسؤولية. أنت لاحظت كيف عم تطلع فيه من لما دخلت على البيت؟ أنت المسؤول، أنت عملت كذا، لما عملت أسطرت صوت، لما عملت فبالتالي أنا عم أقوم بإني ألغي المسؤولية كاملة عني وحملها للآخر. وهذا هو الانفعال. الغضب هو حالي من الانفعال ما إلى علاقة بالتفكير.
وبالتالي فعلا هي مرتبطة بشكل كامل بالنواحي المشاعر والعواطف وليس بنواحي الأفكار. الأفكار بتجي لاحقا، وهلا ممكن نحكي عنها إذا صار في فرصة. دكتورة، حضرتك قلت إنه كل الأشخاص بيغضبوا، هذا شيء طبيعي بالتكوين البشري، ولكن في أشخاص ما منحكيهم كلمة بيضلوا غضبانين، يعني إذا منشيل هاي الشغلة من هون لهون بيعصبوا، هاي الحالة طبيعية بتكون؟ إنه طبعهم دائما هم غضبانين. تمام، هون بدنا نقول قيمة الغضب ما بيعود طبيعي. هلا لما بيكون الغضب ما بيتناسب بشكل مستمر ومتكرر مع الحدث اللي أطلقه، أو بيكون الغضب يترافق مع اضطرابات نفسية أخرى، يعني شخص عنده اضطراب اكتئاب أو قلق أو اضطراب شدي متعلق بشدات حياتية كبيرة صارت معه، أو بمشاكل أخرى أو بضغوط نفسية أو بضغوط مادية شديدة أو بضغوط اجتماعية أو زواجية أو إلها علاقة مثلا بالأم مع أولادها واحتياجاتهم ودراستهم واوا، فنحن هون عم نقول عن لما بيصير الضغط النفسي عم بيؤدي لردود أفعال مستمرة ومبالغ فيها من ناحية. واحد اثنين، تؤثر على الأداء الوظيفي العام للشخص، يعني أصبح هو بسبب الغضب عم يخسر بشغله، عم يخسر بعلاقاته، عم يخسر بتركيزه وبقدرته على الإنتاج. أو لما بيكون في دليل على أنه عنده اضطراب آخر، مثلا هو ما نوع مستمتع بحياته الآن بشكل دائم، خايف متوتر، وفوق هذا عم تجي نوبات غضب. هوني بهالحالات بنقول انه هذا الغضب هو غضب غير طبيعي. في الواقع بكل مره بنشوف في غضب غير طبيعي علينا ان لا نتقبل انه هذا الغضب هو غضب عابر، انه والله اي حدا بيغضب. لا، الغضب غير طبيعي بدل على شخص عم بيعاني من ضغط نفسي، او عم بيعاني من اضطراب نفسي، او عم بيعاني من عدم فهم الاخرين، او عم بيعاني من احباط شديد. بالمناسبه السبب الاساسي للغضب هو الاحباط، يعني أنا عندي توقعات لكن هاي التوقعات عم تفشل، مجرد ما أنا أتواصل مع الآخرين اللي عم ببني عليهم هاي التوقعات عم شوف إنه لا، التوقعات تبعي ما أنها مزبوطة، فهذا بيسوي لي إحباط مبدئيا. لاحقا لدافع عن نفسي ولدافع عن توقعاتي بدي أبدي نوع من المشاعر من الغضب لمحاولة استرداد الأمور اللي أنا كنت حاططها بالبال، أو محاولة تأثير على الآخر ليكون هو ضمن توقعاتي عنه. نعم، يعني فينا نقول إنه الغضب هو وسيلة دفاعية بيأخذها الشخص نفسياً ليعبر فيها عن ضغوط الحياة اللي بيمر طبعاً فيها، ولكن هي الوسيلة هي مانا وسيلة محببة لكثير من الناس. إيمت بصير هي الوسيلة هو عم يأذي حاله فيها وعم يأذي مكانه بين الآخرين، ممكن بين المقربين له بالبيت مثلاً، ممكن يكون بين الأشخاص مثل ما قلت بالعمل. هلأ الغضب بحد ذاته هو آلية غير سليمة بالمجمل. هلأ مقبولة بدرجاتها الخفيفة اللي بيكون الشخص واعي لها وعم بيقول للآخر، وهي واحدة من آليات واستراتيجيات التعامل مع الغضب، إنه أنا زعلان منك، فأنا بقلك شوفي أنا زعلان منك، أنا متضايق منك وأنا معصب هلأ بالضبط، وبقول إنه أنا، ما بقول إنه أنت مانك تمام، ما بقول إنه أنت استفزيتيني، بقول أنا هلأ متضايق منك، ما بعرف معي حق أو لا، بس أنا هلأ شاعر بضيق شديد، إذا سمحتي تتركيني هلأ شوي. معناها هلأ شو؟ مسيطر. هلأ أنا ما زلت مسيطر. هلأ لما أفقد هاي الآلية، يعني هاي القشرة الواعية المغلفة لهذا الانفعال، القشرة الواعية إدراكي لحالة الغضب طبعي، سيطرتي عليه، أقصائك أنت من الصورة، وإبقاء إنه أنا عم بتعامل مع غضبي. مجرد أنا انفلشت وبدأت اتهمك بأنه أنت سبب غضبي، أنت ما عم بتسوي شيء منيح، أنت كذا، معناها خلص هون صار الغضب بمسار الإساءة للعلاقات أو للإنتاج. إذن الغضب كحالة انفعالية دائما هو بيروح باتجاه الصورة السلبية. الغضب ما دام قادر أنا أعيه وأعقله وبالتالي أضبطه، معناها ممكن يكون ضمن شيء غير سلبي. فهذا المقياس عمليا للتمييز بين حالتي الغضب. دكتور، خلال لحظات الغضب نعرف يمكن او نخسر كثير اشخاص او مواقف او فرص، ضروري نعرف كيف نسيطر على الغضب. رح نروح لماده اعدتها زميلتنا هزار عبود وبنرجع لنكفي حديثنا. هل تستشيط غيظا عندما يعترض احدهم طريقك وسط حركه المرور؟ هل يرتفع ضغط دمك عندما يرفض طفلك اتباع الأوامر؟ الغضب أمر طبيعي، بل قد يكون إحساساً صحياً، لكن من المهم التعامل معه بطريقة إيجابية. هل أنت مستعد للسيطرة على غضبك؟
يمكنك البدء بالتفكير في هذه النصائح لإدارة الغضب. فكر قبل التحدث. أثناء نوبة الغضب من السهل قول شيء ما قد تندم عليه لاحقاً. انتظر لحظات قليلة لتجميع أفكارك قبل البوح بأي شيء. بمجرد أن تهدأ قليلاً عبر عن غضبك. بمجرد أن تفكر بوضوح عبر عن إحباطك بطريقة حازمة ولكن غير تصادمية. عليك بأخذ فترة استراحة. أعط نفسك استراحات قصيرة خلال أوقات اليوم التي تبدو مرهقة. قد تساعدك الدقائق القليلة الهادئة على الشعور بالتحسن وتحضرك للتعامل مع القادم دون الشعور بالإزعاج أو الغضب. حدد الحلول الممكنة. بدلاً من التركيز على ما جعلك غاضباً، اعمل على حل المشكلة التي تواجهها. التزم بالعبارات التي تحتوي على أنا لتجنب النقد أو إلقاء اللوم، الأمر الذي لا يفعل سوى زيادة التوتر. استخدم العبارات التي تحتوي على أنا لوصف المشكلة. تحل بالاحترام وكن محدداً. استخدم الفكاهة لتخفيف حدة التوتر. أخذ الأمور ببساطة، من شأنه نزع فتيل التوتر. استخدم الفكاهة لمساعدتك في مواجهة ما يثير غضبك، لكن تجنب السخرية. ممارسة مهارات الاسترخاء. عندما تشتعل غضباً استخدم مهارات الاسترخاء. مارس تمارين التنفس العميق أو كرر كلمات أو عبارات مهدئة مثل هون عليك. أعرف متى تطلب المساعدة. يشكل تعلم السيطرة على الغضب تحدياً بالنسبة إلى جميع الأشخاص في بعض الأحيان. اطلب المساعدة في مشكلات الغضب إذا كان غضبك يبدو خارج نطاق السيطرة. يعني مثل ما تابعنا بالتقرير دكتور، نصائح متعددة كانت حول كيفية السيطرة على الغضب. أحد النصائح كانت عم بتقول أنه دايماً قول أنا عملت كذا، أنا عملت كذا، مثل ما أنت قلت، لحتى يتجنب الطرف الثاني يحس أنه في تفاقم بالموضوع أو الغضب. خلينا نعرف من حضرتك أكثر عن آليات السيطرة على الغضب. هلأ لنحكي عن آليات السيطرة على الغضب، بدنا نعرف الغضب شو بيعمل بالجسم أولاً. الشخص الغاضب شو اللي عم بيصير بجسمه؟ بيتغير شكله كله. أكيد بيتغير شكله، لأنه الغضب بيترافق مع مجموعة من الإفرازات الهرمونية بشكل أساسي الأدرينرجية، يعني الأدرينالين بيعلى بالجسم، والأدرينالين بيعمل مجموعة من الأشياء. واحد منها أنه بيسوي طرقة بالقلب، بيزيد ضربات القلب، بيزيد قوة تقلص القلب، بيقلص الشرايين، يرفع الضغط الشرياني، بيسوي حالة من الانتصاب بالأشعار والقشعريرة بالجلد، ممكن يعمل حالة من تشنج العضلات والرجفة، حالة من ضيق النفس، حالة من الأدرينالين بيوسع الحدقة، وبالتالي بيخليني جاهز لحالة بنسميها الفايت أور فلايت، يعني الهجوم أو الهرب، وبالتالي العضلات بتتشنج، بتتروى دمها بشيء يعني الدماء بشكل جيد، الشخص بيستفز وبتتوسع الحدقة حتى هو يقدر يشوف مساحة واسعة من المحيط، لأنه هو يعني بحالة خطر. كمان بصير في تعرق حتى يبرد الجسم، لأنه المحركات كلها عم تشتغل. هاي الحالة كلها بحاجة لأنه احنا نتعامل معها. أحياناً هاي الحالة بحد ذاتها بتطلق حالة من الخوف عند الشخص، بنفس الوقت اللي هو فيه غاضب أصبح هو خايف على نفسه، خايف أنه شايف قلبه عم يطرق وشاعر أنه دوخة وعم ياخذ نفس بسرعة، فأصبح هو بنفس الوقت اللي غاضب هو خايف وعم تتعقد المشكلة. وإذا نحن بدنا نتعامل مع هاي المشكلة، في الواقع النصائح اللي حطتهم زميلتنا هزار عبدو هزار هني نصائح مهمين جدا. في الواقع هني نصائح العشرة تبع المايو كلينيك بالتعامل مع إدارة الغضب، وهني من أهم النصائح في الواقع. إذا أنا بدي أحكي أو ركز على أشياء محددة، فأنا بدي ركز على نقطتين ثلاثة بالإضافة للأشياء اللي حكيتهم. أولا يجب أن أعرف بأن حالة الغضب مرتبطة فيه شخصياً،
وليست مرتبطة بالآخر. يعني الموقف اللي صار هو موقف على مستوى التواصل بيني وبينك، لكن ردود الأفعال الشديدة كلها ابتداء من ضربات القلب للتعرق للرجفة لضيق النفس للإحساس بالدوخة للإحساس بالاستفزاز، كلها هي مرتبطة بالإفرازات الأدرينرجية، ولاحقا اذا كان الغضب مستمر لفترات طويله ممكن حتى يرتفع الكورتيزون، ونفس الشيء الكورتيزون كمان بيعمل احتباس بالسوائل والشوارد، كمان بيرفع الضغط، بيرفع سكر الدم. اذا اليه الغضب هي اليه داخليه جوات جسم الانسان، بدي انا لاتعامل معها اولا ادرك بان حاله الغضب حالي مرتبطه فيه وليس بالاخر. اللي مرتبط بالآخر هو الموقف اللي صار، وهذا الموقف لو كنت أنا بحالي أخرى كان ممكن أضحك عليه أو استخفي أو أخذه بنكتي قل له بالله هيك انتهى. أما هلأ أنت عم بتقول هيك، إذن في فرق كتير كبير بين حالتين. لما أنا بفهم بأنه الحالي مرتبطة فيه كشخص وبتعامل معها بهذا الشكل، بقول أنه أنا غاضب، أنا انزعجت كتير، أنا زعجني أنه أنت جيت على البيت وسويت هيك وهيك وهيك وما سألتني ليش أنا مزعوج، ما سألتني ليش أنا مزعوج، أنا مزعوج لأنه أنت ما سألتني، مو أنت على طول ما بتسأل، أنت ما ولا مرة قلت لي ليش إنه شو بك. هون أنا عم هاجمه فهو رح يهاجمني فرح نعلق بخناقة عاد. أما لما بقول له أنا انزعجت لأنه أنت ما سألتني شو بك وأنا مبين علي إنه كتير مزعوج، إنه أنا قاعد بالغرفة صلني ساعتين وانت قاعد عم كذا ولا كأنه في حدا هون، انا هيك شعرت، انا هيك شعرت. هاي الإدارة للغضب بأنا اللي هي بتركز على فكرة انه انا اللي عم عيش الحالي وانا اللي مسؤول عن هاي الحالي، لكن انت ممكن تدعمني، فهي كأنها طلب مساعدة صارت بدل ما تكون اتهام. النقطة الثانية انه انا عارف كيف اتعامل مع هاي الحالة. من المهم نحن ننزع الفتيل بكل حالة بيصير في غضب، نزع الفتيل. نزع الفتيل ممكن يكون بنكتة بسيطة لكن ما فيها نوع من الاستهزاء، انه شيء فكاهي يكون، او مثلا اني انا بهذا الوقت اطلب دقائق مستقطعة واطلع اتنفس او امشي او العب رياضة او اجري او اسمع موسيقى او ارقص او اعمل اي شيء انا بحبه وممكن يساعدني على الاسترخاء، او اني اتحدث مع شخص بثق فيه. كل هاي الوسائل ممكن تخليني أنا أنقل الحالة الانفعالية هاي إلى حالة معرفية، وأنا ما فيني بسيطر على العواطف والانفعالات، هاي بدي أتقبلها مثل ما هي، لكن فيني بسيطر على الأفكار. مجرد ما نقلت الحالة العاطفية إلى حالة معرفية أصبحت هي تحت السيطرة. نعم. في الواقع أنا لما بسمي حالة الانفعال والغضب اللي عندي بسميها باسم غضب وبقول أنا غاضب، أنا حطيتها تحت السيطرة أكثر من إحساسي أنه أنا بس عم خانق وعم قاتل مع الآخرين. دكتور، يعني كتير مهم اليوم لما شخص يكون غاضب يعلن عن غضبه والشخص اللي مقابله يقدر انه هذا الشخص ما نقدر يحكي او نقدر نناقش معه. الحديث يطول عن موضوع الغضب وادارته. بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الدكتور جميل ركاب، اختصاصي في الاستشاري في المجال النفسي. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور لكل النصائح اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله هيك يمر هالنهار بقدر الامكان بالطاقه الحلوه وبالبسمه ومن دون غضب. شكرا لك. أهلا.